حاسيلو البنات، اليوم حبيت نشارككم في وصفة جديدة اللي هي تنظيف الكرشة البقري. كما تراو عندي كيلو كرشة بقري لهنا، باش نحاول ننظفها بطريقة بسيطة تشوفوا سهلة وما تصعبش علينا بكل. هذه يستحقولها خاصة انك المبتدئين اللي مازالوا جدد عادة في التطيب وكل. حاسيلو البنات، باش نستحقوا هاد طريف الكرشة متاعنا البقري هذه، ماء سخون هو مش يغلي، ماء سخون وكهو وحبة ليمون كعبة قارص. باش نوريكم كيفاش الطريقة. طو نتوكلوا على الله، نمشي للحوض. بسم الله، نحط الماء السخون متاعي لهنا وناخذ هكا السكينة الحامية بالقدا بالقدا هذيك ونغطس كيما هكا مرسو الكرشة في الماء السخون. بسم الله بسم الله، رد بالك على يديك خاطر سخون. وطوا نبداو بسم الله، تشد كيما هكايا وتقرقش لين تبيض هاك، ديجا بدات تعطي في الابيض، في اللون الابيض هاوي. هذيك هي الطريقه اللي تنظف بها الكرشه، وبحول الله تخرج لك نظيفه ما شاء الله. اللهم صل على سيد الخلق. حاسيلو البنات بنفس الطريقه، ها تدخل في الماء السخون وتقرقش بالسكينه لين تكمل الكل. حاسيلو البنات، نكمل ننظف هذه، نوريكم كيفاش ننظفوا المصارن بالقدره. البنات شوفوا ما شاء الله، نوريكم كيفاش النظافه. صلى على سيد الخلق، شوفوا تبارك الله، اللهم صل على النبي. حاسيلو توسع عليها بالك وحده وحده وما تخلي فيها حتى تركينه مسخ. الكل هشنية الحكمه هي فك الماء السخون، ما هوش يغلي، خاطر لكن حطيتها في الماء اللي يغلي راوك الوسخ يلصق يلصق وما عادش يتنحى بالكل. والله كي تعمل الحكمه، الطريقه المثاليه هي لازم يكون ماء سخون وما هوش يغلي. هاك البنات شوفوا ما شاء الله، هذاك الوجه، هذا القفاء هاوكا، شوفوا اللهم صلي على النبي، هذاك المرسو الاول وهذا المرسو الثاني هاوكا. شوفوا البنات، ها صلي على سيدنا محمد. ها وين ريناها. طب بالنسبه للمصارن، كيفاش المصارن؟ ساهله ماهله زاد، بعد هذا على جنب. بالنسبه للمصارن تاخذ تشقها في الوسط كيما هكا، تدخل فيها السكينه وهيك المصرن، تدخل لها السكينه كيما هكا وتشقها، تمشي معاها لين تتشق بكلها. هاوين ريناها. من بعد الوسخ هذايا الكل يتنح، فهمنا فهمنا البنات. ها نكمل نشق لكم وحده اخرى باش تفهموني كيفاه. راهو الناس كل نعرف، واحنا نغسلوا الدواره نتاع العيد ونعرفوا نغسلوا البقري، اما شنية انا حبيت لك المستجدين في الطبخ هكا جدد في الطبخ. ها هاوين ساهله ماهله، باش ما نحرموا رواحنا من حتى شيء. نعاود لكم وحده اخرى. بسم الله، كالعادة هذوما زادا نغسلهم بشوية ما دافي مش سخون، خاطر فيهم الشحم والشحم يذوب بالماء السخون. ماذا بيك شوية ما دافي وكهو. ها وين نحلوها المصارن، راهي عمرها ما تطيب وهي مسكر المصران. حاسيلو البنات نكمل ننظفهم ونوريكم كيف باش نعملهم بالقارص من بعد. البنات بالنسبة للمصارن باش نزيدهم شوية ملح كيما هكايا هو في يدي، ونفركهم بالكدا بالكدا باش نحيلهم هكا تزلبيط، خاطر هما ما يتحكوش بالسكينة، يبقى التزلبيط اللي فيهم. تفركهم كيما هكا بالبدا بالبدا بالملح مليح 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 لين تحس تزلبيط الكل تنحى، ومن بعد تشللهم وتقصهم وتاخذ الكميه اللي باش تطيبها وتخبي الاخرى في الكونجيلاتور، ما يديها حتى شيء. ها باش نوريكم كيفاش من بعد باش نحطهم في القارص، يقعدوا حتى نهار كامل ليله كامله في القارص، ما فيها باس. القارص مطهر واسيد يقضي على كل الروايح الخايبه. هكا هاو البنات، تو نكمل نحطهم الكل في الملح مع بعضهم. ها هذيك مرسو الكرشه وهذا المرسو الثاني، هذيا شويه عين دواره. هيا هكا نزيد نفركهم بالقدا بالقدا، وبعد ما نشللهم من الملح نرجع لكم بقدره ربي. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الله، صل على سيدنا محمد. ها شوفوا النظافه والعفافه تبارك الله. هذوما اكل مسيرينات، حتى تزلبيط نتاعهم تنحى، ها تشدها بسهوله، ها ريناها. وهذايا اكل كرشه، ها وين نشوف عن قرب، صل على سيدنا محمد ريناها. ها هيك شوف تبارك الله، اللهم صل على سيد الخلق، نظافه ما كيفها نظافه. حاسيلو طول البنات هذايا شويه ما دافي، هاني باش نعصر فيها القارصة. بسم الله كيما هكا نعصرها بالكدا بالكدا،
ونحط طريف الكرشه والمصارن نتاعي يترنخوا بيته حتى ليله كامله ما يضرش، باقي في المنفع راهو القارس يقضي على كل شيء. بسم الله هكا هاو، خليهم على ريحتهم غاديكا يترنخوا بالباي، وبعديكا نقصهم ونطيبهم اللي نحب. وصحة وبالشفاء ليكم البنات، ان شاء الله تكون طريقه التنظيف عجبتكم، وبالله لا تنسوني في الاشتراك في القناه وفي اللايك وفي البارتاج، خاطر الفيديو هذا يستحقوا له برشا الصغيرات اللي مازالوا كيدخلوا الكوجينه. ويرحم والديكم وبارك الله فيكم، وبسلامه، وان شاء الله في فيديو اخر قريب باذن الله. باي باي.